الأنبوبة ب220 جنيه مفاجأة في أول اجتماع للحكومة بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه، ورئيس الوزراء في حديث كاشف بالأرقام وجه كلامه للمصريين علشان يوضح للكل الحكومة بتدفع قد إيه في مقابل إن السلع توصل للمواطن بسعر مناسب. في الاجتماع الأسبوعي للحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قال للمصريين إحنا بنحاول نشوف إزاي نعدي بالبلد بحيث ما نأثرش على مستهدفات الموازنة، وبطلب من وزير البترول يقول تكلفة أنبوبة البوتاجاز، ووزير التموين يقول تكلفة رغيف العيش بعد زيادة القمح وزيادة سعر الصرف. قال مدبولي إحنا لما أعلننا عن حزمة الحماية الاجتماعية اللي قاربت من 67 مليار جنيه، لكن واحدة من القرارات دي علشان تعرفوا إن الدولة متحملة قد إيه كان جزء منها إننا ما نزودش على الكهرباء والمرافق الرئيسية في الفترة دي، وقررنا نمدها ل 30 يونيو المقبل. عايز أرجع لحضراتكم بالأرقام، وقت ما تعمل خطة إعادة سنوات في 9 يونيو 2020 كان حاطط الخطة على السعر صرف 16 جنيه للدولار، والسعر ده كان مربوط على الغاز اللي بياخده. هو قال لو سعر الصرف اتغير هتتغير الأسعار. كمل كلامه عن خطة الدولة ووضح خدنا قرار بعدم زيادة الأسعار لمدة سنة، النهاردة سعر الدولار حصل فيه زيادة، الرقم فعليا نتيجة هذه الزيادة وعدم تطبيق القرار. الاثنين الدعم اللي هتتحمله الدولة في سنة واحدة بنتكلم في 43 مليار جنيه، يعني احنا هنشيل المبلغ ده غير 67 مليار بتوع الحزمة الاجتماعية، علشان تعرفوا الدولة بتحاول ازاي تقلل وتشيل عن الأسر. وهنا المهندس طارق الملا وزير البترول وضح ان دور الحكومة تأمين احتياجات السوق والدولة والصناعة سواء من البنزين والسولار والمازوت. وبالأرقام كشف الملا عن خطة الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي، فقبل كده كنا بنستورد من 40-50% لمنتجات زي السولار، والنهاردة قلت ل 30% والبنزين بنسبة 20%. وبالنسبة لأسطوانة البوتاجاز كان الأول بنحتاج 1,000,000 أنبوبة في اليوم، لكن دلوقتي العدد نزل ل 800,000 أنبوبة في اليوم، وده بعد التوسعات في توصيل الغاز الطبيعي. مش بس كده، وزير البترول قال ان الأنبوبة واقفة على الدولة ب 220 جنيه بعد تحرير سعر الصرف، ورغم كده لسه بتتباع للمواطن ب 75 جنيه. الرقم ده بيكلف الموازنة دعم 90 مليون جنيه في اليوم، يعني 36 مليار جنيه في السنة، بس مش هنقرب منها. ولو بصينا على البنزين والسولار فاحنا كل 3 شهور بنراجع السعر، وحاليا السعر العالمي الخام برنت من 90 ل 100 دولار، علشان كده كان المفروض نزود السعر للبنزين والسولار عشان يوصل ل 10%، بس احنا راعينا البعد الاجتماعي وسيبنا الاسعار القديمه، والاهم عندنا توفير الوقود. انتوا بقى رايكم ايه في ارقام الحكومه؟